عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. لكن لو قال قائل: اعتراض على استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغرق أمته وألا يهلكهم بالسنة، ومع ذلك وقع، لم يقع، وقع، ولا أدل مما حصل في ماذا؟ في أندونيسيا وفي غيرها من بلدان المسلمين. فيقال إن المراد العموم، أما كون مثل هذا يقع في جهة دون جهة أخرى أو في بعض الأوقات دون بعض ولم يحصل العموم فلا ينافي الدعوة، بدليل قال ألا يهلكهم بسنة عامة.